حد حاول يضربك بالسكينة بشكل عشوائي بالشكل ده؟ يعني الضربات جاية لك متتالية، ما انتش عارف الضربة جاية منين. أول ما بتلاقي الضربة جاية عليك بتحاول انت بتتفادى في الناحية العكسية، يعني لو هو بيضرب من الناحية دي كده ما تهربش الناحية دي. طالما الضربات جاية ضربات متتالية ضربات عشوائية، حاول ان انت تهرب الناحية دي علشان تاخد الدراع ده كده. اول ما بتاخد دراع كده ايدك التانية بتطلع من تحت وبتلف بيه عشان تشيل مفصل الرس وتنزل بالارض اهو. حتى لو ما عرفتش تمسك ايده، لان في الضرب العشوائي بتكون ايده سريعة، حتى لو ما عرفتش تمسك ايده تبعتها عنك بس، وايدك التانية هي اللي هتطلع وهتساعد الايد الايه؟ الايد الشمال اهو. اهم حاجة لازم تكون سريع في الضربة دي. هو اول ما بيضرب انت بتتحرك الناحية العكسية، ما بتدخلش جوه اهو. حتى لو معرفتش تمسك ايده بالشكل ده، يكفيك بس ان انت تبعد ايده كده، وايد التانية هتطلع بسرعة وهتلف معاها اهو وتاخدها وتنزل الارض. يعني خلي بالك اضرب كده، حتى لو انا معرفتش نمسك ايده اهو، ما مسكتش ايده اهو، يا دوب انا زقيت ايده لهناك، ايدي اليمين بقى هتطلع بسرعه من تحت وهتاخدها ودوران وتنزل كده، لان انت بتعمل ضغط على مفصل الرست اهو من غير ما تمسك اهو. ما مسكتش ايده اهو، يا دوب زقيتها شويه دول كده، ايدي اليمين بقى هي اللي عليها الدور كله. ايدي اليمين هي اللي بتنزل من تحت اهو وبتطلع لفوق علشان تاخد الدوران كده اهو، بتسلمها لايد الشمال تاني اهو وبتلف دوران كده، انت كده ضغط على مفصل الريست وبتاخدها بتنزل بيها الارض.